معنى شهادة أن لا إله إلا الله. أخ شهادة لا إله إلا الله شهادة در معن هدو. لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. تحا واتحونا حق دولش شين عبادة درها. تقول أنا أكفر بجميع ما يعبد من دون الله. أس أعول أس كفر دو أي صدق أست أسوتتيش مصارغ شين عبادة ديش بول. أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. أس دعواتو أس أغدو اللهن تحن اللهن عبادة. لابد في لا إله إلا الله من ركنين. لا إله إلا الله شرك خلي شونها. الركن الأول تنفي وتكفر بجميع ما يعبد من دون الله. دوحة ركنة إذا حدق أستر حدثتي يشر أحد إتلا تردعونا إذا شي ميلدل همان شي عبادة ديش. الركن الثاني إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. أق مصر أحهم دق إيش شوط إحا أحد إلا تردوك إيش أغدردو الله هنتحن عبادة در. وكما نشهد أن لا إله إلا الله لابد أن نشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد بشر. دق إيش تأح شهادة مدال در الله وتر قتعب عبادة حق دوشوات إيش تأح شهادة دال ديز بايمر تنا إلتش خلر لا يعبد عليه الصلاة والسلام إذا أدم دو تنا عبادة ديش دات. وهو نبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب إذا بايمري إلتشو إذا إيش بشأ تبي تنسوه. فالذي يدعي أن للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الربوبية فهذا لم يشهد الشهادتين. أق إلتشنا ربوبية تن حق قابل ديا شجع إذا تن قا ربوبية دو إل بوش شجع إذا شهادة شيء شهادة تن قوتش ده تون.